انكشفت معطيات جديدة في قصة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، أخرجتها الإعلامية نضال الأحمدية إلى العلن في برنامج ألبوم حياتي. وفجرت نضال مفاجأة من العيار الثقيل حين قالت إن شيرين وزوجها في لبنان وأتت لتزورها وتزور الناس الذين يحبونها. وكشفت نضال أن شيرين مصابة بحالة من الرعب من والدتها وشقيقها بعد أن قالوا عنها أنها تتعاطى على الهواء مباشرة. ونفت نضال الأحمدية أن تكون شيرين مدمنة، مؤكدة أن كل من يقول عكس ذلك هو كاذب، مشيرة إلى أنها أصبح لديها معطيات جديدة. وأشارت إلى أن شيرين خسرت الكثير من وزنها، لكن حالتها النفسية متعبة وتحتاج إلى الحب ولا شيء أكثر من ذلك، وهي اليوم ليس لديها سند في حياتها إلا زوجها حسام. واتهمت نضال شقيق شيرين بأنه تصرف معها بعنف، وأكدت أنه اقتحم المنزل بسكين وضربها بشكل مبرح جدا ووضعها عنوة في المستشفى وقام بتغيير اسمها هناك. وعلقت: لو شيرين ماتت ما كان حدا عرف. هذه المعلومات الصادمة تأتي بعد أسابيع من عودة شيرين إلى حسام، حيث تعرضت للكثير من الهجوم من الجمهور بأنها شتمته وعادت له. نضال أشارت إلى أنها قالت لشيرين أنها شعرت بالحزن من لميس الحديد أنها قبلت أن تظهر على الهواء مباشرة بهذه الحالة، لكن شيرين قالت لها: لا ما تزعليش من لميس، أنا قلت لها إذا ما بتطلعينيش رح أطلع بكل مكان.